استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مكتبه بقصر قضيبية اليوم معالي الدكتور بندر بن فهد الفهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة بحضور سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة والشيخ خالد بن حمود الخليفة رئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعرض وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس المنظمة العربية للسياحة مثمنا دور المنظمة في دعم قطاع السياحة في العالم العربي من خلال تحفيز الاستثمارات السياحية وتأهيل الكوادر العربية في المجالات السياحية المختلفة وتوفير المعلومات لتنشيط القطاع السياحي العربي وتسويقه عالميا باستخدام أحدث الأساليب والوسائل. وأشار سموه إلى اهتمام مملكة البحرين بقطاع السياحة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام في إطار سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تأتي انسجاما مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وأولويات برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى أن تصبح السياحة في مملكة البحرين صناعة لما لها من أهمية في النمو الاقتصادي في ظل ما تمتلكه من خبرة في مجالات السياحة المختلفة خاصة السياحة العائلية والتعليمية وإقامة المعارض والمؤتمرات. من جانبه شكر معالي الدكتور بندر بن فهد آل فهيد سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على استقباله وترحيبه مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين المنظمة العربية للسياحة ومملكة البحرين وبما تبديه كافة الهيئات والمسؤولين في مملكة البحرين من اهتمام بمختلف البرامج والنشاطات التي تقدمها المنظمة منوها بمستوى التطور والنمو الذي يشهده قطاع السياحة في مملكة البحرين.